الحال في منطقة الفضيلية شرقية بغداد أسوأ من حال حي الشعب، على الرغم من رصد أموال طائلة لتحسين البنية التحتية. لنشاهد معا ما وثقه أحد الصحفيين من داخل هذا الحي الفقير الذي تغيب عنه الخدمات ويغيب عنه الأمن كذلك، كما سنشاهد في فقرة آراءكم لاحقا. السلام عليكم وحياكم الله. بالعراق 2019 على نهاية 2019 داخلين ب 2020، جهل وأطفال فقر، وضعية تشوفونها قدامكم. هذا مجاري داخل بغداد منطقة الفضيلية، يقولون رصدت لها فلوس وضعيتها راح تتحسن، لكن اللي نشوفه واللحظة ميدانيا كل شيء ماكو، لا شغل ولا مشاريع وبس سرقات، وحتى بهاي المناطق يقولون يا ترى حتى امن ماكو.